مشاهدينا اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم جيل سبور، البرنامج الكروي الاسبوعي المباشر اللي ياتيكم كل سهره الثلاثاء على قناتكم جيل ديزاد. في عدد اليوم سنتناول فيه نهايه المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، النهاية المؤسفة للمكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة جهيد زفيزف بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الضرب بيد من حديد ضد 4 أعضاء بسبب تعنتهم في تطبيق قانون أو مرسوم منع ازدواجية المناصب. سنناقش كذلك تداعيات حل المكتب الفيدرالي وعن مستقبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم في ظل هذه الظروف، وعن من سيخلف جهيد زفيزف على رأس الفاف على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. مواضيع أخرى ستكون للنقاش رفقة الضيوف الأكارم ليشرفونا في عدد اليوم، والبداية بالسيد يزيد وهيب الصحفي الكبير الغني عن كل تعريف، صاحب عبارة تيرمينوس تو الموند ديسون. مرحبا بك يزيد. مساء الخير محمد، نحيي عراس خونا. نرحب كذلك بسيد عراس هبادة، رئيس سابق لمولودية العلمة، مولودية العلمة لما كانت تلعب في رابطة أبطال إفريقيا، والمترشح لعضوية المكتب الفيدرالي في الانتخابات السابقة عن قائمة عبد الحكيم سرار. مرحبا بك. سعيد خويا محمد بحضوري في قناتكم قناة جدي زاد، سعيد بوجودي رفقة واحد من قامة الإعلام الرياضي في الجزائر. صحيح. إذن مرحبا بكم مرة أخرى يزيد وهيد، نبدأ معك. النهاية ربما تعليق على النهاية المؤسفة هذه للاتحاد الجزائري لكرة القدم أو المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، وما جرى اليوم في المكتب الفيدرالي، يعني قبول استقالة رئيس جهيد زفيزف، استقالة كذلك 4 أعضاء من المكتب الفيدرالي، ب6 أعضاء يعني ما بقاش مكتب فيدرالي. نهاية بهذه الطريقة تعليق؟ نهاية منطقية لمكتب ما يخليش البصمة تاعو في تاريخ كرة القدم ولا في تاريخ الاتحادية. يعني الأشياء هذه كانت منتظرة لو مسؤولين على الرياضة حرصوا من البداية على تطبيق القانون. السؤال مطروح، لماذا الوصاية انتظرت حتى لهذه الساعات الأخيرة حتى ربما التعفن شوية باش صدر القرار ليرغم الأعضاء تاع المكتب الفيدرالي في حالة ازدواجية المناصب باش يديروا اختيار تاعهم؟ أنا نظن باللي كانت من حقها الوزارة تعاقب هذه الأفراد كما ينص عليه القانون، ما تسامحش معهم إقصاء مدى الحياة لأن ما احترموش القانون. وهادو محمد خويا مسؤولين في أعلى هيئة كرة القدم. كيفاش أنت مسؤول في منصب من المفروض هما الضمان تاع تطبيق القانون، أنت تعفس على القانون وأنت تعرف القانون يمنع لك الازدواجية، علاش قاعدين متشبكين؟ واليوم محمد شوف التاريخ، هاد الأشخاص اللي ما حبوش يطبقوا قانون الازدواجية هما اللي داو البيرو فيدرال الهويه، هما اللي حبطوا، هما اللي كولاوه، غرق البيرو فيدرال على جالهم. لانه كان من نهار هاد الناس طلعوا وطبقوا القانون في الازدواجيه هكذا كان اليوم المكتب الفيدرالي ما يبقاش بخمسه، كانوا يجوا اعضاء اخرين صحيح يقبلوا يجوا، لكن هادو حلت لهم قبضوا 20 بيرو فيدرال كيمول، ومعليش الوزاره ما تزغطش، وزارة ما تدير والو، لا قوانين يندارو باش يطبقوا والمسؤولين يسهروا على تطبيق القانون. اليوم هاي النتيجة وراهي، هذوك الأعضاء اللي يبقوا خمسة ولا ستة هذوك واش ذنبهم باش المكتب يسقط؟ واش ذنبهم؟ ذنبهم هو أن الأفراد الزملاء اللي معاهم اللي ما احترموش القانون وداوهم. وهنا on ne peut pas exonérer la fédération de ses responsabilités. اتحاديه كان واجب عليها، واجب عليها تمنع هذوك الافراد، لان كي يجوا الانتخابات داروا ان انغاجمون
باللي كون يكونوا منتخبين في المكتب الفيدرالي يديروا الاختيار اختيار واحد على الاتحاديه ما ديموندات لهمش يحترموا الاختيار يتبقوا لونجاجمون تاعهم كاين كاين فورم دو كومبليسيتي في ظروف كيما هذه وين تحب يروح الفوتبال تاعك الى في اعلى الهرم تاع الاتحاديه الناس ما يحترموش القانون الناس يتلعبوا بالقانون تحوسني انت لي كلوب لتحتها باسكو يلعب جوار سكرتير يغلط في الروتور يلعب جوار كان سيسبوندو تحبطو سهلين حقرتي اجرتي ان كلوب اماتير اعطيه وهذو المسؤولين الكبار تاع الاتحاديه كبار كبير ربي سبحانه قوانين قدمهم لكن نظن بلي لافوت الناس هذو ما يقراوش القوانين يحكموا بلا قوانين بلا معرفه القوانين ها وين يلحقوا اليوم للمره الثانيه في السنه التاليه متتاليه في نفس العهده بيرو فيدرالي اللي ديسكاليفي اول مره يزيد في ايه في تاريخ دي سير غير العجب العجب مور العجب لا فيدراسيون كي غلط ان سكرتير دو كلوب يلعب ان جوار كان سو لو كو دون سيسبونسيون ولا ادفيرتيسمون دوبل لاعب يتعاقب والسكرتير جينيرال تاع الكلوب يتعاقب يدي 6 شهور بلس اون اموند فينونسيير للكلوب لو كان تصرى الغلطه في لا فاز روتور الكلوب يحبط لي سانكسيون راهم هنا وشكون يفرض هاد القرارات هادو شكون هاد الجماعه اللي راهم على ما تبقوش القانون الاتحاديه ما تبقوش القانون وخلي كي يشوف هكذايا ما تستعجبش كي يكونوا لي زافير ويكونوا الظل ويكون الحقره سمعت يقولوا يعني صحفيين عندهم يعني تاريخ في الصحافه الجزائريه يقولوا هذا المكتب الفيدرالي اضعف مكتب فيدرالي في كره القدم الجزائري في تاريخ الاتحاد الجزائري لكره القدم هل تشاطر الراي هذايا محمد احترام الاشخاص ما نجاوبكش على الاخر عندي 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 رايي عندي ولكن نخليه عندي محمد احترام الاشخاص لان اغلبيه فيهم عندنا وانا ديت الاجابه تاعي على سر هذا ربما تعليق كذلك على وضعيه الاتحاد الجزائري لكره القدم ما معنى اتحاد جزائري لكره القدم من دون المكتب الفيدرالي ما معنى الاتحاد الجزائري بعد حل المكتب الفيدرالي للفاف انا نكمل على واش كان يقول الاخ يزيد لانه كي جاوبش على السؤال اضعف مكتب فيدرالي خليني نجاوبك عليه في خلال تدخل تاعي ولو تعطيني شويه فرصه طبعا يزيد ما نقدرش نتكلم قدام يزيد وهيب على القوانين لكن عندي شويه معلومات نقدر نفيد بها في كي تشوف لي ستاتي تاع لا فيدراسيون تكون تشوف قانون الاساسي تاع مخالف للقوانين العامه تاع الجمهوريه لانه عند القانونيين كاين القوانين العامه تخرج منها المراسيم التنفيذيه وتخرج منها القوانين الاساسيه اللي تنظمنا في القوانين حتى في القران الكريم كاين الايات المحكمات يخرجوا منها المتشابه والايات اللي تفسر التحرم وتحلل نظن انه في القوانين العامه معروف انه لما ترشح قائمه لما يجي رئيس يعرض برنامج بقائمه نعم معناتها هذه القائمه هذ الناس اللي جابهم معاه جابهم باش يطبقوا البرنامج تاعه صح الانتخاب تم على قائمه لما يستقيل الرئيس تروح معاه القائمه تاعه اوتوماتيكمون هذا قانون هذا القانون لما يجيو الاشخاص كل واحد يترشح وحده محمد وحده يزيد وحده وانا وحدي بعد نشكلوا مكتب فيدرالي ننتخبوا رئيس لما يطيح الرئيس يبقى المكتب الفيدرالي لانه منتخب كل شخص على بوحده اليوم في القوانين العامه في القوانين الاساسيه تاع الاتحاد الجزائري كاين خلل المره الثانيه نشوفوه ونلمسوه انه الرئيس يجيب انا كنت تعود نحب ندير سكاره في الاتحاد الجزائري كره القدم ونترشح نجيب معايا قائمه ما كانش خلاص وندير سمانه ونديميسيوني ونخليكم الناس تحصلوا معاه ها ما عندكم 13 حصلوا معاه لكن اللي يجي مفروض يجيب قائمه معاه يقدم برنامج على اساس انه القائمه تاعو هذه اللي معاه اختارها هو بعنايه باش تنفذ البرنامج تاعو كي يروح هو يروح معاه البرنامج تروح معاه القائمه تاعو هذا هو المفروض في القوانين اما عن قضيه المكتب الفيدرالي نظن انه السرعه اللي ندير بها المكتب الفيدرالي وزرب ارواح
الطريقه اللي جا بها جايز بزاف هو ان نزيد نعاود لك في الحصه المره الثانيه ما راناش نتيريو على الامبيلونس ما راناش نتكلموا على الشخص والله نطيحوا به لكن احنا نحلوا في واقع صحيح. وفي احداث صرات نتمنوا ما تزيدش تصرا ونتمنوا انه انا هرد عرس وكان يقولوا لي اروح ترشح المكتب الفيدرالي لرئاسه الاتحاد الجزائري لكره القدم نقول لهم عاش من عارف قدر نفسه انا ما نقدرش على المهمه هذه وما هيش تاعي اكثر كان قادر جاهز بزاف يقول هذا كان قادر يقول هذا الشيء لانه لا ما توفرش فيه الشروط تاع رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم وانا يقدر يكون يسمعنا حتى الخمسه تاع العشيه قبل ما يحط لي دوسي تاعو كانت المكان تاعي محفوظ معاه هو ما اقتنعتش صراحه انه ممكن يكون كنت في القائمه تاعو وما ما ما لا هو نعم. كان ينتظر اني نجيب له الملف تاعي ونكون في القائمه تاعو لكن ما قنعتش صراحه ما قنعتش صراحه كنت نشوف التركيبه تاع المكتب الفيدرالي ماهيش راح تروح بعيد وماهيش هذا هو المفروض اللي يقدروا يهزوا الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد أزمة ذهب شرف الدين عمر. نعم نعم يزيد ماشي هذا السيناريو اللي كان مبرمج من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم لولا تدخل الوزارة ويعني اللي أصرت على تطبيق القوانين على تطبيق مرسوم منع ازدواجية المناصب. محمد بعجالة برك هرس درك هضرك على تنظيم الانتخابات هذا يقولوا له باللغه الفرنسيه سكريتان دو ليست يجي الرئيس الجمعيه العامه تنتخب على الرئيس على البرنامج تاعو على القائمه اللي جابها هو معناتها الجمعيه العامه ما تنتخبش على اعضاء انديفيديوالمون الرئيس قال فيه اشكال وكان تخرج لا ليست كما كانوا بكري لاسومبلي جينيرال فوتي على دي مومبر هكذا على بيرو فيدرال ومن بعد لو بيرو فيدرال يتجمع ويفوتي على لو بريزيدون كيما تصرا في السوسيتي بار اكسيون باش دير لو كونسي دادمينستراسيون الجمعيه العامه تنتخب على الكونسي دادمينستراسيون لوكال كونسي دادمينستراسيون هو يختار ولكن هذا النمط هذا اتحاديه جرباته القوانين السابقه هذيك ما تقدرش اليوم هذا السيستم تاع سكريتان دو ليست عندك رئيس اتحاديه و 12 اعضاء وكانوا هذا السيستم اللي قلت انت ينتخبوا عليهم كما كان زمان عندك 13 بريزيدون 13 صح ايه علاه يقولوا الاعضاء الرئيس اللي يهضر هم اللي ينتخبوه كل واحد عنده مصداقيه عنده مصداقيه الجمعيه العامه اللي انتخبتني معناتها كان 13 بريزيدون ربما يزيد يكون بلوس دو ديبا ربما معليش اليوم لازم يصيبوا صيغة ياخذوها من التجربة اللي فاتت والتجربة تعلم يصيبوا صيغة هذا السكريتان دو ليست معمول به في عدة اتحاديات كبيرة في العالم السكريتان دو ليست الناس يجوا يفوتوا على البريزيدون عنده كاريزم هكذا برنامج تاعو طموح طامعين به ويمنوا به والأشخاص ثاني كما هو يجيبهم يفوتوا على الرئيس على البرنامج تاعو وعلى القائمة اللي معه كل الناس اللي في القائمة كما في الفوتبال لونترينور يجي قبل من لا سيزون يقولوا انت محمد لو نيميرو 1 غارديان بوت الراس نيميرو 2 وانت يزيد نيميرو 3 ما يجيش يجي تبدا لا سيزون لا بريباراسيون لي 3 غارديان سي نيميرو 1 ما كاش هادو باش ينحيو المشاكل تاع لي كونفلي اليوم الاتحاديه ولا الوزاره باسكو الوزاره هي اللي دير القوانين مع الدوله يشوفوا يتيريو بروفي من هاد لهاد لي زيكسبيريونس هادو واش صرا يتغمقوا فيهم ويخرجوا القانون يعدلوا القانون باش اللي يصلح اللي يزيدوا يافونسيو به هذا ما كان دوك انت قلت لي على من لا كيسيون السيناريو ما كانش هذا هو اللي كان مبرمج من طرف المكتب الفيدرالي لولا تدخل يعني الوزاره اللي اصرت على تطبيق مرسوم منع ازدواجيه المناصب المكتب الفيدرالي اعضاء المكتب الفيدرالي اللي بقاو كان من المفروض كانوا راح يديروا مكتب فيدرالي فقط للمصادقه يعني على رحيل جهيد زبيزف ايه هذه ردنا لتطبيق الماده 39 7 تاع القانون الاساسي 39 تاع لي ستاتيو الارتيكل يقول لك دون لو كاد دون فاكونس شعور منصب الرئيس ديميسيونا لا ديميسيون هذيك تتبع اجراءات
لي ديميسيون يدير لا ديميسيون اكريت اكريت ويبعثها لو سيكريتاريا جينيرال تاع لا فيدراسيون لو سيكريتير جينيرال بار ليتر كوموندي. سيكريتير جينيرال يحكم الرساله تاع الاستقاله تاع الرئيس يسجلها ويبلغ اعضاء المكتب الفيدرالي. نائب نائب يقولوا نائب ما كاش بريمي ودوزام تروزيام نائب هذا صرا هذا خلق مشكل هذا خلق مشكل الناس يجروا على نائب الاول والثاني تاع الاتحاد لو فيس بريزيدون كان يضربوا شكون يخلف على ازويز لو فيس بريزيدون على ليمير تاع الارتيكل 39.7 تاع لي ستاتيو هو il convoque le bureau fédéral في مدة محددة ولا 10 ايام ولا 15 يوم pour constater la vacance. علاه المشرع عطى مهله تاع 10 ايام 15 يوم عطى 10 عطى كيولي في رايو 15 يوم لا كتب دار لا ديميسيون على ليميت راحو لا ما دارش باش يعاود يولي دارها لان كاين اجراءات الرئيس هذا اللي راح ممكن يسال درهم لا فيدراسيون عنده علاوات ما خداهمش ممكن لا فيدراسيون تسلو درهم ما خلصش لي كوتيزاسيون تاعو اللي توني دو فيرسي لي كوتيزاسيون كاين امور كيف فرغ الدوسي تاعو à son profit ou là à son détriment qui dossier تاعو يفرغ وشكون يتبع سي لو سيكريتار جينيرال قال المكتب الفيدرالي هذا الدوسي تاعو فرغ يديروا اجتماع يكونستاتيو لا فاكونس اي لو فيس بريزيدون ينادي لجمعيه عامه عاديه باش يبلغ الجمعيه في دار ستينيوم جمعية عامة إيه عندك دونزان ديلي 60 يوم 60 يوم 15 يوم كومبري معناتها 15 منذ الاستقالة 45 يوم يعيط الجمعية عامة عادية ولا جمعية عامة استثنائية جمعية عامة اسامبلي جينيرال اوردينير دون لو كا كونتراري اسامبلي جينيرال اكسترا اوردينير عنده مهلة تاع 45 يوم وبعد هو يجيب لا كوميسيون الكتورال يبلغهم باللي كاين انتخابات تاع رئيس باش نلغي نديرو رئيس ولا في القانون يقولوا هذاك لو فيس بريزيدون نبوطيو هو يكمل العهد صح اليوم لا ديميسيون تاع زفزاف ولا لي ديميسيون فورسي تاع لي كوميلار هذوك دخلتنا في اون سيتوياسيون كي يشاب توتالمون لارتيك 39.7 تاع لي ستاتيو باش نهضروا على لا ديميسيون دو بريزيدون راح كاين سيفيزامون دو مون في البيرو فيدرال بوك لو بيرو فيدرال يكمل يقعد يشغل هنا زفزاف ديميسيونا كانوا ديجا قلنا 4 ديميسيون زاد هو ويزيدوا ينحيوا ثلاثه بيرو فيدرال سقط ما تقدرش تعالج المشكل هذا بالمادة 39 تاع القانون الأساسي وين تروح يا زيد؟ وين تروح؟ تروح للمرسوم التنفيذي المعدل تاع سبتمبر 22 هنا كان إشكال ما تقدرش تخدم بلو دوكري باسكو يا با يو دو ميز اون كونفورميتي كي ندير الدوكري تاع لو 12 سبتمبر دوكري 22 سبتمبر 2022 إلا إيتي بوبليي في سبتمبر ولا 12 من قبل في الجورنال اوفيسيال كاين ماده تاع المرسوم هذا تقول باللي الاتحاديات الوطنيه الرياضيه عندها من نهار اللي تبيبليا هذا الدوكري في الجورنال اوفيسيال عندها 6 اشهر باش تكيف هذا القانون مع القانون الاساسي لا فيدراسيون 6 شهور ما كيفتش زادوا لحقوا رانا داخلين في 6 شهور اخرين قريب عام رانا 5 شهور اخرين معناتها هذاك القانون ما تكيفش المرسوم هذاك ما تقدرش تعمل به كل نستو ولكن المسؤولين عن الرياضه يطيحوا في اشكال الحل مين الحل تخدم بلي ستاتيو ما تقدرش ما ريبونديوش سي با اون سوليسيون لا كريز اللي جرات من بعد لا ديميسيون تاع البريزيدون ou le retrait ou le renvoi تاع les trois derniers membres bureau تحل خيروا l'option تاع هذا le cumul
شكون خير ويزيد شكون خير جاب لي ربي الوزاره شكون ويصايا بيان سير ريت ماشي لا نقولوا كلكو بار كلكو بار يعني بور ايفيتي لا كريز بيان سير علاه كنت تخليها دوم لا كريز تاعو فامباس ما نقدروش تخاف تدخل لا فيفا اترافير ان كوميتي دو نورماليزاسيون انت راك قاعد عندك اشكال في القانون الاساسي تاعك ما عندكش رئيس والناس هاي تحضر نجي ونديروا كذا بور ايفيتي راحوا خيروا الماده هذه 17 تاع 17 بيس اللي يقول باللي لو سكرتير جينيرال دو لا فيدراسيون هو اللي يحضر الجمعيه العامه تاع الانتخابيه باعانه لا كوميسيون الكتورال. نعم ونستنى نعتذر منك يا زيد نوقفك هنايا للاستماع الى صوت الحق اذان صلاه العشاء. حان الان موعد اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وضواحيها. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من برنامج جيل سبور. الحديث متواصل عن نهاية المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم وعن مستقبل الاتحاد الجزائري لكرة القدم رفقة الزميل يزيد وهيب الصحفي ورئيس سابق لمولودية العلمة عراس الردى. لنعود ليك، ما معنى حل المكتب الفيدرالي وما معنى يعني الاتحاد الجزائري لكرة القدم ليدخل في مرحلة انتقالية للمرة الثانية في نفس العهدة نعيش نفس الأحداث
حتى اللي كنت تذكر مع شرف الدين أمارة كان بعض أعضاء المكتب الفيدرالي كانوا يحاولوا يريحوا، لكن دخلت تدخل ثاني تاع الوصاية وفرض المنطق تاعها على الناس اللي عندهم من ازدواجية المناصب، كان تحل المكتب الفيدرالي. وإذا يذكر يزيد وهيب الجمعية العامة اللي جات من وراء استدعيت من طرف الأمين العام، من طرف الأمين العام هو اللي نظم الجمعية العامة اللي جابت اللجان تاع الترشيحات وتاع الطعون. وكان الذكري هذا 309 المادة 17 كان الذكري مازال ما خرج تاع 22 سبتمبر. دونك هذه التجربة عشناها خرجت فكرة تاع مادة قانونية، وهذا هو الشيء اللي كنا نهضروا فيه، انه القوانين اللي تنظم الهيئات والاتحادات والنوادي ولا المؤسسات تجي عبر التجارب، تراكم تاع تجارب اللي تخلي كنت تشوف تاع اليوم قوانين تاع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ولا تاع الاتحاد البلجيكي تلقاها مسكره، ما كانش سؤال ما عندوش جواب، الا احنا لهنا قاعدين نتخلفوا في المنظومه القانونيه تاعنا. قلت لك اليوم احنا المره الثانيه نعيشوا نفس الظروف ونفس الاحداث في نفس العهده، نتمنى وان شاء الله هذه المره تكون تجربه نعم. المشكل تاع القانون على سرد اللي انت اشرت ليه، لكن المشكل تاع الاشخاص اللي ربما هما اللي خيروا الرئيس اللي استقال من قبل، وهما اللي خيروا كذلك جهيد زفيزف، يعني هو يندفت تحهم، يعني هما اللي وصلوا الاتحاد الجزائري لكرة القدم لهذا الوضعية. هل ماشي ماهوش مشكل كذلك تاع الجمعية العامة يزيد وهيب؟ هما اللي جابوا لنا شرف الدين عمارة، هما اللي جابوا لنا كذلك جهيد زفيزف. ماشي هما اللي جابوا هذا الرؤساء، انت تعرفوا الرئيس يعرفوا الناس قاعد تعرف، جاءوا قالوا لهم خبوا عليهم، قالوا ما عاد انتخبوا هما، ما نهزموش هما الهزيمة تاعهم نار، يخرجوا من البيرو اسمه من الاسامبلي جينيرال، حيرهم مازالوا في الاسامبلي. المشكل فيهم كذلك يا يزدان. بيان سور بيان سور، ولكن ماشي غير فيهم، في المنظومة كاملة. هذا المنظومة هذه البرودوي هذا المستوى، هذا الناس هذو فشل، هذا الناس هذو البارح كانوا عمارة، اليوم راهم جهيد، إلى مازالهم جهيد، غدوا يكونوا عراس. ما كاش مواقف هاد الناس هادو، ما يجيبوش افكارهم، ما يناقشوش البرامج، ما يدخلوش كيفاه انت محمد هذاك لو بيلون مورال اسمه الادبي، هذاك التقرير المالي الادبي التقرير الادبي بوطاو عليه، شبيك محمد شبيك، ما كانوش عايشين هنا، ما شافوش كيفاش جرت السنه هذه الخاص احداث اللي صراو في الفوتبول، زي مكاسات فوطاو على البيلون، يعني هادو عندهم ضمير، هادو صح راهم هنا باش يحافظوا على صحة كرة القدم، تفوط على البيلون كيما هذا، اسمح لي هذه جريمة كونتر الفوتبول. انت عضو تاع جمعية عامة، نقاش مفتوح يا راس. عند نهاية العهدة الأولمبية هذه على مستوى الاتحادات، على مستوى الرابطات ولا النوادي، راح تجرى انتخابات جديدة، وراح يطبق الذكري الجديد اللي كنا نتكلم عليه 309 و 310 22 يطبقوا بحذافيرهم، وراح يعقبوا غير الكفاءات لرئاسة النوادي ولا لرئاسة الرابطات، لأنه على مستوى الرابطات مطلوب بكالوريا ومستوى جامعي لجميع الرابطات، على مستوى النادي مطلوب على الأقل ثالثة ثانوي. دونك التركيبة تاع الجمعية العامة مستقبلا في الموندا الجاية راح تكون مخالفة تماما للتركيبة تاع الجمعية العامة الحالية إذا ما طبقت القوانين، إذا ما طبقت القوانين. صح الرأس، أنا هضروا على البيلون تاع الإكزرسيس اللي فات، كيفاش يقدروا يصوتوا بنعم على بيلون؟ بالك عن قناعة يا سيدي، بالك عن قناعة بليغراف، بالك عن قناعة كسوكل بليغراف، لا ماشي قانعين، حاجة اللي تهم أغلبية الساحقة تاع الأعضاء هذوك هما أنه يضمنوا المنصب تاعهم في الأسامبلي جينيرال، ما كان اقتراح، ما كان نقد بناء،
كاين ما نعرف انا لا بريز دينيشاتيف واش تقول لهم يرفدوا يديهم؟ واش تقول لهم يرفدوا يديهم؟ تقول لك يهمهم غير المنصب تاعهم. درك لازم بالك الحق الوقت تكون اون ريفونت كبيره كبيره. درك بين وين راه لو فوايي تاع ان دي فوايي تاع الجمعيه. روح شوف حررها. هذه انا قلت لك يزيد التركيبه تاع الجمعيه العامه تاع الاتحاد الجزائري لكره القدم لازم اعاده النظر فيها. تم اعاده النظر تم الوقت، لكن الوقت برك ياخذ من جراه لانه احنا في نهايه العهده الاولمبيه مازال لها عام. الرئيس اللي راه جاي الرؤساء تاع الرابطات اللي راهم جايين حتى نهايه العهده الاولمبيه يعني. صح محمد. بون اليوم لو كونستا سهل، مي الرئيس اللي يجي راح يدي معاه الناس يروح يقديم من الجمعيه العامه هذيك، ما يروحش يقديم من الجمعيه تاع اللي راح يجي من تما. ولكن حاجه ما تمنعوا، حاجه ما تمنعوا صح ياخذ من لاسومبلي جينيرال. لاسومبلي جينيرال اللي كونستيتي من الرابطات الولائيه، الرابطات الجهويه ريجيونال، الجهويه، لا ليغ انتر ريجيون، لا ليغ اماتور، لا ليغ اون بروفيسيونيل. بعض الافراد التيتر هم تما سي با دي كلوب اي ريبريزونتي او دي زونتيتي، هذا سي دي بيرسون مورال اي ريبريزونتي. يا اخي راك رئيس اتحاديه، اطلب لي دوسي تاع لي مومبر تاع لي بيرو دو توت لي ليغ دو ولايه دو تو لي كلوب، يعطيوك لا ليست تاعهم. انت ما راكش مجبر باش تحكم رئيس الرابطه ولا رئيس النادي يجي قال انا هو رئيس نجي. ايه دي كومبيتونس من الرابطه، حوس على كومبيتونس وتصيب بروبابلمون تصيب. قولكش دير برومي كو تجيب كلش بيان، تغير نوعا ما. لا يزيد كي تكون مترشح انت ما عندكش البوفوار انك تفرض. انت مازلت مترشح برك ماكش رئيس اتحاد، ما عندكش البوفوار انك تفرض على رئيس رابطه اضرار انه يقدم لك اعضاء المكتب تاعو، قائمه باعضاء المكتب تاعو، وتشوف لي كومبيتونس تاعهم. لكن على اعضاء الاعضاء تاع المكاتب تاع الرابطات انهم يتقدموا حتى هما ثاني ويقدموا روحهم ويطوروا روحهم. كي انت يكونوا مترشحين زوج ولا ثلاثه ان شاء الله، واحد فيهم يبورتي هذا البروجي، قال انا ماذا بيا نجيب ان سون نوفو، نروح نحوس على لو تريك لا جونيس، يبانوا يخرجوا وحدهم الاخر. قال لي واش اللي درناه هنا في القائمه تاع عبد الحكيم سرر المره اللي مات، انا جبنا عضو او زوج اعضاء من 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 المكتب تاع الرابطه. وتذكر اللي كان معنا من رابط تاع النابل الجهويه اعتقد اسمه جنيد، كان مستوى عالي جدا. برافونسي مع ماشي يعني تقعد تحددها رئيس الرابطه. نعم يزيد وهيب. اذا الاتحاد الجزائري لكره القدم راح يكون عنده رئيس جديد في خلال شهر في نهايه الشهر اوت. نعم حسب المعلومات اللي عندنا. شكون يزيد وهيب لرئاسه الاتحاد الجزائري لكره القدم؟ شكون اللي قادر يقود الاتحاد الجزائري لكره القدم وينسينا ينسينا في خيبات الامل؟ محمد هذا رايه بعدين شكون واحد يعطي رايه. ما عنديش انا عندي مواصفات لو بروفيل تاعو. لو بروفيل يكون يرومبلي لي كريتير لي كريتير ديليجيبيليتي كونتوني في ان ارتيكل تاع لي ستاتي دو لا فيدراسيون. شحال السن تاعو، شحال عنده في السنه اللي تجوزها في الاخر، عنده المستوى تاعو الدراسي الجامعي باش كاين في الدوكري او ميلو. طرح سؤال اوتخومون يا زيد وهيب، الاتحاد الجزائري لكره القدم واش يحتاج، واش من رئيس يحتاج الاتحاد الجزائري لكره القدم رايك؟ يحتاج انسان اللي عنده انسان جديد il n'a pas pratiqué had du moins la fonction de président. هكذا يكون عنده افكار، عنده برنامج يقدمه. لكن صعيب واحد شخص برنامج لازم يديره مع الجروب تاعو، باسكو الجروب تاعو لازم يديري لي زيدي تاعو. اسكي لو طون دو فير الناس هادو لاشيمي هادي واعره صعيبه محمد. كاين ناس اللي يحب برك الكرسي يحكم الكرسي. خمم وقتاش لاحظت هادو سيناهم يعني صح ما نسحقوهمش. سي بور سا كو نقول لك يعني ليديال
سك تصيب ناس جدد، ناس جدد في المكاتب هذو تاع لي ليغ تاع لي كلوب عندهم مستوى بينو كفاءات تاعهم دون لا جيستيون تاع لا ستركتور اللي راهم فيها. كاين ما نقبحوش على الناس، كاين تحطو تخليها قرن ما يقدرش يجيب لك يونيدي محمد، قرن ما يدير لك والو محمد. صافي واسمح لي محمد واسمح لي الحق الوقت وين لازم رئيس اتحاديه يكون عنده مستوى، يكون ريبريزونتاتيف، يجي يهضر على الفوتبال يقنعك، يهضر يقدر على شقاه. تجيبيش انت بريزيدون فيدراسيون ما يعرف والو، عنده برك لو تيت دو بريزيدون فيدراسيون. كيما درك راهم متلاقي بزاف، قول له بريزيدون واش المهنه تاعك؟ يقول لك بريزيدون تاع اكس اي غراك. نو المهنه تاعك في حياتك اليوميه. ايه درك لازم ان بريزيدون دو فيدراسيون فريمون عنده مستوى، عنده مستوى يقدر يجيب ان بلوس بالافكار تاعو، بالمجموعه اللي معاه، بالخبره تاعو. ما تجيبش انت بريزيدون تحطو الكاس تاع الماء وبريزيدون اي بريزيدون خلاص في حمايته. كيما درك لي موم تاع لو بيرو هذا اللي اليوم طاح ولا البارح، اي كان فيهم بعض الاعضاء كانوا حابين يكملوا، قالوا الرئيس راح وحنا نكملوا الموندا، ما بقاش بزاف بقى عامين. تروح محمد، كاين قانون، كاين قانون يمنع لك، ما تعرفش باللي انت كي النصاب ما يكونش ما تخليش تقعد انت. ما عنده حتى معنى. تي طومبا باك كي هذاك لو فروي مور، الناس اللي ما على بالهمش هكذا محمد. هذا يسوق بك لا فيدراسيون يسوقها. انت عندك باش تكون تسوق سياره لازمك عندك رخصه قياده. ايه باش تسوق طياره لازم تكون بيلوت ولا نيمبورت كي. تعيط له قول له روح يجي يقول لك سنسي. تقدرش محمد اليوم هادو كاع سي دي بروبليم دو غوفرنونس. الا عندك انت يونيدي، عندك ان بروجي، لا فيدراسيون بار لي جون كي لا ريبريزونت عندهم ان بروجي كي سانسكري في ان بروجي جلوبال تاع الدوله. واش حابين من الفوتبال هذايا؟ تيب افونسي. الا عندك سقف هنايا، عندك واسمو ان بلافون فير، ما تقدرش تضرب راسك منو، محدود عندك ما تسنى. سي بور سا كو الافضل اليوم صوريتيك هاد عام ونص ولا سنتين باش الانهاء العهده تكون ميزا بروفي pour être une période هكذا de transition, une période de transition. Mais comment je fais bzaf les objectifs parce que ما تقدرش un mandat de 4 ans ما تقدرش تجسد كاع البرنامج تاعك du moins en totalité. هاد لي 2 années هادو دير une période de transition, cible 2 ou 3 points qui sont les plus importants, les plus urgents. هكذا تروح ليهم تسي تحلهم pour que في le prochain mandat l'équipe اللي تكون سواء هذه اللي راح تكون هذا العام ولا نيكيب يتخلفها على عامين، تقدر تخلي كلك بروبليم هم تريقلاو في العودة تاع عامين وانت تابونسي. دوك الا تخلي التراكم تاع المشاكل ما يخرجوكش ليك انت، تخليهم من دات وهذيك لا دات لا فاكتور هذيك لا دولوريز عندها قيمة. سي بور سا كو الانسان كيجي رايح كيخدم وكيجي رايح يخلي الوضعية احسن من اللي صابها. صحيح احسن من اللي صابها. ماشي نهار يروح يخليها اسوء حشاك من اللي صابها هو. هذا هو البروبليم. سي ان بروبليم دو ريسبونسابيلتي، ان بروبليم دو نيفو هكذا. سي بور سا نقولوا سي ان بروبليم دو غوفرنونس. جيب انت مكتب فيدرالي على بالو على المشروع، مكتب فيدرالي على بالو المشروع، على بالو واش راح يدير او على باش دخل في هاد لاكورس هادي، هو على بالو بتوت لي دوني، على بالو لا سيتياسيون دي فوتبول الجزائري. الا تشوف بلي الا تشوف بلي ما تقدرش ما تدناش يا اخي، خلي بلاصتك لواحد اخر اللي ممكن يقدر. ها توصل فيرس توا فيرسي دون لانتيري دو فوتبول الجزائري اي اونيكمون دون لانتيري دو فوتبول الجزائري. هذا ما كان يجي اسمع ني ديكلون اسمع ما تقدرش تبني انت تبني عماره في نهار وحده، ما تقدرش. صحيح تبني هذا يجي وهذا يجي وطلعها كل واحد يجيب لابيرالي ديفيس. احنا هنا اليوم رانا هنا كوم سي سي ان تريك لابوندون ان افون اي نظلمو كاين هكذا اي نظلمو نهار تحبس يخلص ليسونس خلطوا بينو نهربوا. نو نو انا سير هذا
مستقبل شكون تشوفوا يعني خلافة جهيد زفيزف وما طيحوش في نفس المكتب الفيدرالي وفي نفس المشاكل اللي احنا فيها؟ ربما رئيس ربما اللي يخيروا جمال بلماضي. يقال انه جمال بلماضي هو من يختار رؤساء الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. تاكد معلومه الاتحاد الجزائري ما رايو يوزن راي جمال بلماضي يوزن ما عنديش المعلومه. نظن انه الرئيس القادم الاتحاد الجزائري لازم يكون نظيف خارج من الحمام كما قال ويكون عنده لاطاي شويه كرش وعنده لا كلاس. انا نحبيت ان نتقمص الدور تاع هذو اللي راهم يديروا في لي ريزو سوسيو وكل راهم يديروا في الكومباني وكل واحد يتبنى في شخصيه. تشوف انه كاين تطاحن بين ثلاث محاور اللي هما كل محور يمثل شخصيه فاتت على الاتحاد الجزائري كره القدم. انا ما نعتقدش انه الرؤساء اللي فاتوا على الاتحاد الجزائري كره القدم انهم ماشيين في الفكرة هذه تاع الأشخاص اللي كانوا مستفيدين منهم هم اللي يقودوا الحملات هذه. تلقى فئة تابعة لخير الدين زوتشي، فئة تابعة لمحمد روراوة، فئة تابعة لشرف الدين عمار. أنا نظن هذو الناس راهم بعاد على الشيء هذا، لكن في لي ريزو سوسيو تشوف أنه خلقت فتنة كبيرة في الجزائر. رئيس الاتحاد الجاي لازم يكون جامع للشعب الجزائري. أنا نقول هكذا، لا، لازم يكون ما يمثل حتى جهة، ولازم يكون شخصية اللي يقدر يجمع الناس كامل. وأيضا لازم يكون ريكونيسون، لازم يكون يعترف بالخدمة اللي داروها الناس قبله ويكمل عليها ويبني عليها ويمسح الأخطاء تاع الناس اللي قبله. نظن هذا هو رئيس الاتحاد الجزائري. لو أنا في بلاصة الوصاية وفي بلاصة الناس اللي صناع القرار في البلاد اللي عندهم رأي في المنصب هذا اللي يعتبر منصب سياسي وربما يقبلوا ترشح فلان وما يقبلوش ترشح فلان، نشوف أنه الشخصية اللي تجمع الجزائريين حول مشروع والله يدير فيه يقدروا يدير على الأقل يحبس الهوشة اللي راهي صارية. ربما يقدر ينجح. أنا منصب، عطينا اسماء للناس اللي تشوفهم قادرين. سمعنا ترشح تاع ولا نية الترشح تاع وليد الصادي، البعض يتكلم على عنتر يحيى اللي راح يعلن الترشح تاعه على رأس الاتحاد الجزائري. نعم، من خلال الحصة تاعك نقدر نوجه رسالة لوليد الصادي، نقدر نوجه إن شاء الله يسمعني، أنه لازم يقدم نفسه على أساس هو وليد الصادي. أنا من مثل حتى واحد، أنا مانيش تابع حتى ناس، حتى صحيح تعلمت من حجر وراوة وخدمت معاه وزيت معاه، لكن أنا اليوم وليد صادي، مانيش الحجر وراوة. وربما يقدر يقنع الفئة الكبيرة ولا من الشعب الجزائري. يعني أنك حتى وتجي وتفوتيك الجمعية العامة وتقبلك الجمعية العامة وتمر البرنامج باش تطرح البرنامج تاعك، كاين حراك تحت ضغوطات كبيرة راح تمارس عليك وعلى العائله تاعك، وراح تهرب في اقرب فرصه كما هرب جيد. بالنسبه لعنتر يحيى، ما بكل صراحه انا ما نقدرش نهضر على واحد ربما هو ما خممش خلاص في الفكره هذه وما جاتش في راسه خلاص، لكن كمسير ما شفناش كلاعب كبير لعب وقدم من الفريق الوطني ومد، لكن كمسير مر فتره قصيره في اتحاد العاصمه وكانت غير موفقه. انت تتكلم تقول انه لازم واحد يكون جديد ما تابع حتى كلوب. عنتر يحيى جديد ما تابع حتى كلوب. انا خويا انا مديت رايي فيها كمسير، ما شفنا منه ما نعرفوش كمسير. لكن كاين الناس اللي نتحدث عليهم، كاين الناس مسيرين بزاف والجزائر مليانه كفاءات. وربما الشخصيه اللي راح تترأس الاتحاد الجزائري في قادم الايام ماهيش مطروحه على مستوى الاعلام ولا على مستوى السينيور فورماسيون. يتمدلنا السينيور فورماسيون هذه. نعم، الاسم مازال شويه، الاسم مازال ما خرجش خلاص في وسائل التواصل الاجتماعي ولا في وسائل الاعلام. وراب عندك انا اللي هو هذا واش رئيس سابق، لاعب سابق، مدرب سابق، مدرب سابق، رئيس سابق، مسير سابق، دار كل شيء. وربما يكون ترشح في فتره ما تاع
في الألفينات وما ما مرش. نعيش تهون قاعدوا نعودوا نقولوا لزارشيف يزيد وعيب. وش تحب؟ وش تحب؟ نقول لك شكون؟ ما على باليش، ما على بالي محمد، وما على باليش، وهذا ماشي شغلي، ما يهمنيش. إلا نعرف حاجة باللي الرئيس ليها وجاي اللي يكون اللي راح ينتخبوا عليه الورقة تاعو راهي بيضاء، مازال ما شغلش. إلا ما كانش رئيس فات دار عهدة، إلا كان رئيس جديد الورقة تاعو بيضاء. ماشي نفس الشيء للرؤساء الآخرين اللي جازوا. هذا سيتي افونتاج ليه، مازال ما بداش. ممكن يشوي كما يشوهوا الناس، لكن مازال ما بداش، ما نديروش حكم مسبق. قول بلي ما كاش اجماع، ان بي با يابور ان تريك اجماع على شخص في هذه الظروف، هذه الظروف. علاش يقول لك لازم ما يكونش تابع لاي جهه؟ لا، قلنا ان شخصيه يقدر يحقق الاجماع. حتى الناس اللي هضرت عليهم سواء ولي صادي والله، يقدر يكون الشخص اللي ربما يلائم الشارع الرياضي حوله ويامن فيه وتحبس المشاكل اللي صار. هذا تاع ينصبوا للناس، قال هذاك راه ينتمي لهذاك، ما سمعناهاش ديما في السنوات الأخيرة. سمعناهاش مؤخرا، ما سمعناهاش. سمعوا بلي شكون راه من وريج بد في الحبيلة، بصح جامي ذكروهم. خلاو قال هادو رؤساء، وعلى بالهم الناس من هاد ما هو الطرف اللي راه يحرك فيهم. معناتها لما جا وليد سعدي سمعنا هاد الهضرة يا زيد. إيه بيان سير، مع سي سامبا يقول وليد سعدي، كون يجي وليد سعدي فو باك راهو يكون يا أخي في الرؤساء اللي جازوا حبوا ولا كرهوا، راه بعيد، راه بعيد في المستوى تاعو. ايه حبسوا شويه، صح. اجمع الاخرين هذوما في ثلاثه، ما يديروش 20% تاع واش دار هو. مانيش نشتموا فيهم طبيعه الحال، هكذا ما تقدرش. دوك انت تبراكي على واحد، هذا اللي راح. كمل 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 على شي، كمل وبعد حبسوا فيه. تفضل تفضل يا زيد، كمل وبعد. تقارن راهو ب 17 سنه بشرف الدين ما راه عام. المشكل تاع وقت برك، عطي له وقت وثاني هو كان كمل الموندا تاعو. بيسير. شوف، ما تقدرش تحكم على الناس بلا ما تعطي لهم كل الامكانيات تاعهم. واحد اللي يحكم 17 سنه ماشي يكمل يحكم عام، صحيح. بيان سور هذاك اللي دار 17 سنه كان عنده سيفيزامون دو طون باش بين واش يقدر يدير، واش قدر دار. هذا اللي دار عام، بالك العام الاول تاعو كان صعيب، ما قدرش. بالك وكان قعدوا عماره ولا جهيد، كان قعدوا 17 سنه، ممكن في السنه الثالثه الرابعه الخامسه، ممكن كان ممكن. حنا نهضروا على الملموس، رانا نجيجو دو مانيير انيكيتابل. باغ اكزومبل دار 17 سنه الحاجه اللي وراه، لا سيفيزامون دو طون باش دار واش دار. يزيد دار ربما عم ما قدرش، بالك ديماراج تاعو ما قدرش. يزيد وهيب، ربما محمد روراو باش قعد 17 سنه، ربما لانه استهل انه يريح 17 سنه. شوف هذا هو الفرق. محمد نعطيك حاجه، تقدر تفيريفيها روح من بعد حكم التليفون تاعك ولا لي زارشيف. محمد روراو نهار جا لا فيدراسيون 2000 ولا 2001 ايه. في 2001 صح، وقت شرح المره الاولى راح 2004 جلال. لا 2007 واخيرا، في هذيك الفتره جا في مكانه حميد حداد. في هذيك الفتره لي ستابيليتي على تيت دو لا فيدراسيون حبست، باسكو بارتي دو لا مواتي تاع لي زاني 80 برسك اون موين تاع كل 20 mois او ميو لا فيدراسيون نوفو بريزيدون بيرتوربي، روح بريزيدون يجي بيرو فيدرال يروح. هو جا الظروف كانت ملائمه، ممكن ساعدته، دار في وقته لا بريمير ايتاب كانت اون فورم دو ستابيليتي، هكذا يا با يو دو ترو دو موفمون على تيت دو لا فيدراسيون. عاود ولا الى اسوري هذيك لا بيريود وين انكور يا با يو دو ديستابيليتي. اليوم اون يوم بلان دو ستابيليتي، وهذا سي ان دي بروبليم كي فو ريغلي رابيدمون كيما قلنا في هذه لا بيريود ترانزيتوار، الى نسموها مرحلة انتقالية. حبس النزيف
عاود عطي لا كريديبيليتي لا فيدراسيون تاعك هذا التنظيم كذلك البيت انت عندك فيدراسيون جا رئيس جديد اون 17 جا خير الدين زيتي اون 17 دار موندا دار موندا وراح الى بارتيسيبي على 3 ولا 4 كونغري تاع لا كاف وتاع لا فيفا الناس الاعضاء هذوك شافوا نوفو بريزيدون فيدراسيون 4 ans بون 4 ans سي تين c'est une moyenne نقولوا juste acceptable 24 سي بو نعم باخطاءها وبايجابيه معليش ومن بعد جا شرف الدين عماره راح دخل راح لاكاف الكونغري تاعهم راح الكونغري تاع لا فيفا بدا يشوف الناس دار عام وراح خلاص هذاك العام كي عاود جا الكونغري لي مومبر تاع لاكاف وتاع لا فيفا صابوا نوتر بريزيدون بلاص هكذا دركا في البروشين كونغري تاع لا تاع لا كاف وتاع لا فيفا راح يسيبوا نوتر ديريجون جيريا انت كي تكون عندك اون ستابيليتي الناس الناس ما يثقوش فيك اليوم انت تجي تو با برون دونغاجمون معاهم انت ما تضمنش على نفسك بلي العام الجاي تكون سي بور سا كو هذا البروبليم تاع الانستابيليتي لازمنا تحبس الانستابيليتي وما تحبش كيما يقولوا بالمطرق نو نو تحبس بالعقل بالخدمة بالقناعة تاع الناس بالبرنامج البرامج هكذا وتافونسي يفو كونفيري على فيدراسيون اون ستابيليتي الناس كي يشوفوا نفس الشخص رئيس اتحادية خلاص يثقوا فيه ومعاه عنده مصداقية على المستوى الداخلي يقدر انت يا في هذا الموندا هذايا هنا رايحين نيتيليزيو كونسومي ترازيام بريزيدون وريان اكسكلو حاجه ما تقول اذا ما كانش رابع باش ما يكونش رابع في ربع سنين اه محمد هذا سي تان كونسيفابل درك واش يقولوا واش هم يقولوا علينا قولهم كيسكي زون وزامي الجيريان واش عندهم هاد زملائنا واش هو صاير عندهم كل عام تبدل البريزيدون فوق سا صارت اي فوق سا صارت وان بريزيدون وحده ما يقدرش يجيب لك كلش لازم يعاونوه الناس اللي راه معاه tous les niveaux dans le football algérien. C'est pour ça qu'il est important. Il est important que, smahli, que l'élection, l'intikhab, t'koun une vraie élection, t'koun une scène mountakhab avec toute la légitimité. Qui met kouch, ma indiksh la légitimité. Les gens qui sont avec toi, mais qui kouch fait. Ou ils seront les choses qui sont saïrées dans le football algérien. هذا ما كان نعم محمد نعم يزيد ربما نفس السؤال اللي اعطيته الرئيس الرادة كاين مواعيد هامه للمنتخب الوطني بدايه تصفيه المونديال كذلك كاس افريقيا للامم هل تظن انه في ظل ما يقال يعني على فيما يخص الوزن لو بوا تاع الناخب الوطني جمال الماضي في اختيار رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم هل الرئيس الجديد لازم يكون يقنع ربما راضي عليه جمال بالماضي هل أنت مع الناس اللي تطرح هاد الفكرة وهل تأكد هاد الأشياء؟ ما نقدرش نأكد لك أنا نسمع كما أنت وكما الرأس كما كاع الناس لكن إلى حاجة هذه صح تصرى حاجة غير عادية غير عادية الناخب الوطني يخير الطاقم تاعو يخير اللاعبين تاعو يتصور دقيقة رئيس اتحادية اللي سبق ولا اللي راه جاي يعيط للناخب الوطني يقول اسمع دي هذاك اللاعب دي حبينا نشوفه حبينا نشوفه ما يقبلش ما يخلي حتى يدخل في صلاحيه تاعو هذا احتراما للمنصب تاع المسؤوليه يعني ما ظنيتش في اتحاديه ما شخصوش في اتحاديه مؤسسه بيان مسقمه ناخب وطني هو يفرض شكون رئيس اتحاديه نفهم بلي تكون علاقة مليحة بين رئيس الاتحادية ولازم تكون ولازم تكون معليش عندها حدود بصح إذا كانت هرس عنده ديزافينيتي معك نتايا نتا عندك ديزافينيتي معك كي تكون عندك حصة تحب هكذا تعاود تقول له الرئيس تعيط له يجي بالك واحد أخر صحفي واحد أخر تعيط له يقول لك واش لو سوجي تاعك شكون فيها هكذا ما يجيكش نتا مع الرئيس تعيط له يجي تعيط لنا بالك نقول لك مرة نجي مرة ما نجيش كاين بروبليم دافينيتي مي لا ريسبونسابيلتي لو شوا اي لا ديسيزيون فينال انت بارتي عليك انت صح. انت اللي راح تقود الحصه سي بور سا كو اي فو رابيدمون كريفي هاد لابسي هذا كل واحد في بلاصتو
كل واحد في بلاصتو. الرئيس ما يتدخلش في شؤون التقنيه تاع الداخل الوطني، كان اسمه بالماضي ولا اسمه كرمالي الله يرحمه. كيما الناخب الوطني ما عندوش ضروري يدخل روحه في الامور هذه اللي تخص رئيس الاتحاديه هو منتخب من الجمعيه العامه. ايه نحبسوا صدر. شوف هذه الاشياء هذو واحد للحد الان ما قدر يثبتها، لكن باش لحقنا لها لان الاتحاديه مريضه، الاتحاديه هشه، الاتحاديه ما عندها حتى قوه. يجي الريح اللي يجي يضربها تولي تسعل. سي بور سا كو يفو اون فيدراسيون فورت، ماشي باش دير الحرب، بصح اون فيدراسيون قويه محطوطه على القوانين، احترام القوانين، احترام الاشخاص، وكل واحد في بلاصتو. سي بور سا كو هذه تاع سيليكسيونير يخير البريزيدون، لا سي لو كونترير، سي لو بريزيدون في القانون الاساسي اللي يخير، هو يخير الناخب الوطني، هو اللي نيغوسي معاه، هو يخيرو ويخبر البيرو فيدرال ويروح. ولكن الناخب الوطني خير بريزيدون. اسمع هذه قالها رويشد الله يرحمه، الشريطه والعود يا عمي مسعود. عارف شنو الشريطه والعود؟ لا شاري افون لي بو، هكذا باللغه الاجنبيه. خلونا بالشريطه والعود يا عمي مسعود. كل واحد في بلاصتو. شكرا يزيد. نحن نختم معك اخر تدخل من فضلك على سردة. والله تدخل تاع يزيد وهيب فيما يخص الاستقرار تاع الاتحاد الجزائري لكره القدم مهم جدا، ويا ريت يكون الناس يسمعوا، لانه راه يزيد مد حط يده على الجرح تاع الاتحاد الجزائري. ايضا ما يلام على بعض رؤساء الاتحاد الجزائري لكره القدم اللي مروا انهم ما قدروش يكونوا خليفه للاتحاد الجزائري لكره القدم، وربما تشوف جيد بزاف خدم مع وراه مده 10 سنوات ولا 12 سنه. ولما جاء الناس ما خدمش غير مع محمد ربربا، خدم مع حلاله، خدم مع زيد شريف، خدم مع لما وصل هو للمسؤوليه بان انه كانه سيد لم يتكون، ما تكونش ولا وليد صديق. مازال باش نشوف وليد صديق، ان شاء الله نشوفه، ان شاء الله نشوفه. لازم ان شاء الله نشوفوا واحد اللي يكون يستاهل، اللي يكون في المستوى. نتمناو انه يكون اللي راح يكون على راس الاتحاد الجزائري، انه ما يوصلناش لواحد الدرجه اللي وصلناها تاع تبادي المره هذه. اللي هي؟ لا، الاتحاد الجزائري لكره القدم قاعد يولي غير لور، كانوا الناس قاعده تنتقم منه والله صراحه. شكرا لك على سردة على كل ما قدمته. شكرا لك شيخ يزيد وهيب، وانت في كل مره يعني نقول لك تجي تشرفني تجي. شكرا لك يزيد وهيب. شكرا. قاليتي مع الراس. نعم؟ اي قاليتي مع الراس. مرحبا بكم، مرحبا بكم في كل مره داركم. دقيقه برك. تفضل. تهنئه لسليم السني وبنته ساره اللي دات البكالوريا. كلشي مبروك. الكل ناجح. نتظروا انا ويزيد وهيب الشخشوخه. ونتمنوا الشفاء للشيخ باباه. نتمنوا الشفاء للشيخ باباه بطبيعه الحال. اذا قلت شكرا لكم ضيوف تاعي، شكرا لكل من ساهم في اعداد هذا البرنامج من تقنيين وصحفيين، ولكم كذلك مشاهدينا الكرام. نتلاقاو في مواعيد رياضيه كرويه اخرى. الى اللقاء.